برنامج الانتخاب الخاص؟ القضايا كثيرة حقيقة، واليوم لا يخفى عليكم ما تمر به البلاد من احتقان سياسي، حتى جاء الخطاب السامي بنزع فتيل هذه الأزمة. البرنامج الانتخابي حقيقة كثير تميز بأولى أولوياته هي قضايا الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، حل قضية البطالة ورفع سلم الرواتب اللي طال أمده في المجالس الماضية، قضية جودة التعليم وتطوير التعليم، القضية الأخرى قضية يعني معالجة فعالة للقضية الإسكانية مع وضع جدول زمني قصير للمستفيدين، القضية الأخرى قضية سن قوانين للقيم والأخلاق، خاصة أن اليوم هوية المجتمع بدأت يعني في بانحدار كثير خلال الفترة الماضية، كذلك بسط سلطة القضاء على قضايا الجنسية. اليوم الهوية الوطنية ليست الابتزاز خاصة بالجنسية، قضايا كثيرة حق اليوم يعني نأمل من المجلس القادم بالتعاون مع السلطة والحكومة إنجاز هذه القضايا العالقة لفرحة الشعب الكويتي بانتظار مثل هذه القضايا اللي طال الأمد في تعطيلها خلال المجالس الماضية. قبيلة بني هاجر قبيلة عريقة تمركزها في الدائرة الخامسة، في الدائرة الثانية. هو تمركزها في الدائرة. اي نعم. كثافة سكانية أعلى في هذا أمر يعني نتكلم عن دائرة ثانية، وليس هناك فيها أبناء الدائرة الثانية هم من يحددون مصير مرشحي الدائرة الثانية.